هذا وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفخامة الرئيس رمضان أحمد قدروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة الحفل الختامي لبطولة شيشان الدولية لفنون القتال المختلطة والتي شارك فيها نخبة من أبطال شيشان والعالم. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج بطل البطولة، فيما قام فخامة رئيس جمهورية شيشان بتتويج الفائزين بالمراكز. وبهذه المناسبة عرب سمو عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستويات قوية في منافسات البطولة، مؤكدا أن هذه المستويات تعكس بصورة واضحة ما يتمتع به المقاتلون من إمكانيات وقدرات قتالية عالية نابعة من التحضيرات والاستعدادات الجادة التي خاضوها لهذه المشاركة والتي كان لها أثر إيجابي على نجاح هذا التجمع الرياضي. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن رياضة فنون القتال المختلطة في شيشان تسير بخطى ثابتة نحو التطور والازدهار، كما أن هذه الرياضة تعيش أزهى أيامها في مملكة البحرين بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الأمر الذي ساهم في تحقيق أبطال هذا العديد من الإنجازات الكبيرة والمتميزة على مختلف الأصعدة. ونوى سموه إلى أن مملكة البحرين تمتلك تجربة مثالية في رياضة فنون القتال المختلطة وهي تسير في طريق تصاعدي نحو التطور الفني والإداري، إضافة إلى أن البحرين تمتلك قاعدة كبيرة من المقاتلين من الطراز العالي ساهموا في رفع اسم وعلم المملكة عاليا في مجموعة من المحافل الدولية، كما أن شيشان هي الأخرى تمتلك تجربة رائدة في هذه اللعبة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربتين وبناء توأمة متميزة بين الجانبين قائمة على الاستفادة الفنية المباشرة لتطوير هذه اللعبة. هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن اهتمام فخامة الرئيس الشيشاني برياضة فنون القتال المختلطة محل اعتزاز من قبل الأسرة الرياضية الشيشانية بشكل عام وأسرة رياضة فنون القتال المختلطة والدفاع عن النفس على وجه الخصوص، مشيدا بجهود فخامته المبذولة في خدمة الرياضة الشيشانية على جميع الأصعدة حتى بات منتسبوها يحققون الإنجازات المتميزة في مختلف البطولات. وأشار سموه أن حضور فخامة الرئيس الشيشاني يأتي ضمن إطار حرص فخامته على إنجاح كافة الأحداث الرياضية التي تقام في جمهورية شيشان، وأن اللفتة الكريمة من قبل فخامته بحضور المباراة النهائية كان لها انعكاس إيجابي كبير على نجاح البطولة وإظهارها بالمستوى المشرف وبالشكل الذي عكس لضيوف جمهورية شيشان من مختلف قارات العالم الإشراقة الجميلة للرياضة الشيشانية وما تعيشه من ازدهار وتقدم رياضي. هذا وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإجراءات التنظيمية والإدارية التي اتخذتها اللجان العاملة في البطولة والتي أكدت الإمكانيات الكبيرة للكوادر الشيشانية وقدرتها الواضحة على التصدي لأعباء استضافة مختلف البطولات الرياضية، متمنيا سموه للحركة الشبابية والرياضية الشيشانية المزيد من التقدم والازدهار وتحقيق أبطالها للإنجازات المتميزة في مختلف البطولات.